السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيها لو بيانو غولون اخ بي 102. هذا لو بيانو اللي كيتعتبر ما بين اشهر لي بيانو عند غولون. علاش؟ حيت الرابور كاليتي بري ديالو مزيان بزاف. الحاجه اللي كيتميز بها هذا لو بيانو هي لا سيمبليسيتي ديالو، بحيث كيجيب كولور نوار مات، وكيف ما كنشوفوا ما فيهش لي بوطون بزاف. بلا شك كتسالوا كيفاش نقدر نتحكم في البيانو ديالي كامل بكاع لي زوبسيون اللي فيه، الوغ كو هو فيه غير 4 ديال لي بوطون. هادشي اللي غادي نشوفوا في الاخر ديال هاد لا فيديو. دونك بيان سور لو بيانو فيه 88 توش لورد، هادشي اللي كيعطينا لا سونساسيون ديال ان فري بيانو اكوستيك، زياده على التكستور بوا اللي كتخلي صباعي ما يزلقوش. وديريكتومون فوق لي توش كنلقاو لا بورت سلايدر باش نسد لو بيانو ديالي. البوبيتر كتجي على هاد الشكل اللي نقدر نحط فيها لي بارتيسيون او لا طابليت ديالي. الحاجه اللي زوينه انه عندي 3 بيدال، هادشي اللي كيخلي البيانو يكون بروفيسيونيل. بالنسبه لي برونشمون اللي فيه، اولا كنلقاو بلاصه لاليمونطاسيون وبلاصه لي بيدال، وعاد كنلقاو يو اس بي بي على ود الميدي و يو اس بي ا على قبل لانستالاسيون ديال لي ميز اجور. وعاد عندنا جوج ديال لي سورتي كاسك، وحده جاك والاخرى ميني جاك. كنلاحظوا انه كاين 4 ديال لي بوطون، الاولى باش كنشعل وكنطفي البيانو ديالي، الثانيه فونكشن، والجوج الاخرين ديال الفوليوم اب وداون. هاد فونكسيون هي اللي رجعنا ليها فاش قلت لكم كيفاش نقدر نتحكم في البيانو ديالي. كل توش عندها كود، وعن طريق البوطون فونكسيون كنورك عليها او ميم طون مع لا توش اللي هي الكود ديالي باش كنختار لوبسيون اللي بغيت. بحال هاد الشكل مثلا الا بغيت نسيليكسيوني الاصوات او التيمبو او العديد من لي زوبسيون اخرين. مثلا نديرو هاد لو تيست. فوالا بحال هاد الشكل. سينو الحاجه اللي عودتنا عليها غولون هي اننا كنقدروا نكونيكتيو لي بيانو ديالنا بار بلوتوث مع كاع لي زابليكاسيون ديالها، اللي منهم كنقدر نخدم لي مورسو لي ريتم اي لي بارتيسيون، وكنلقى حتى العديد من الاصوات المختلفه. ندوزو نديرو ان تيست باش نتعرفوا على هاد البيانو اكثر. في الاول لعبت غير بيانو بوحدو، مي مع غولو كنقدر نلعب لو بيانو افيك دي ريتم اي دي باس بحال هاد الشكل. معكم نبيل من غوك بويما، تلقوا فيديو جديد.